አላህ ቋሚ አርጎ አሁን እንድን መሪ ነው አላህ ዲን መሪ አላህ አርጎ አሜን የናውን ይስጠው አሜን ያ ረቢ አሜን ያ አላህ አሜን ሻሻ ካሽንቱ ይሽና አሜን ያ ረቢ አሜን ያ አላህ አሜን ወንዚህት አሜን አላህ ቤት ንሰሳ አላህ አርጎ አሜን የዲን ንሰሳ አላህ አርጎ አሜን ያ ረቢ አሜን ያ አላህ አሜን ከሱ ጀምሮ የታመመ ሁሉ አላህ ያሽረው አሜን ከሱ ጀምሮ የተኛ ሁሉ አላህ በሰላም ያውጣ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ هلا حبيبي. عندي سؤال وبقول نشيد. عندي سؤال. مين معاي؟ ايش اسمك؟ لا انا بنت عمري 9 سنوات. ما شاء الله حبيبتي. من فين انتو؟ من السعودية. ما شاء الله تبارك الله. شو اسمك؟ اسمي جنى. يا حبيبتي اجمل صباح واحلى صباح يوم اسمع صوتك يا جنى. الله يحفظك. انا يا شيخ يعني والدي استشهد يعني بالحد الذنوبي، بس يعني اريد يعني اقدم له يعني حاجة، يعني أريد شيء يعني يوصل له في قبره، يعني هو يعني علمني القرآن ويعني أشياء كثيرة. أنا أريد أن أرجع له، يعني أن أعطيه شيء يصل إلى قبره. قولي يعني إيش يعني إيش أسوي عشان تصل يعني يصل له أجر؟ يا الله الله يرزقنا هالبر ويرزقنا هذا الهم. 9 سنوات يا جماعة الخير الله يحفظها، وما نست أبوها، وتفكر بأي شيء تقدمها لأبوها. الله يرحم حالنا ويصلح حالنا يا رب. يا حبيبتي يا جنى، احلى حاجه تقدميها لابوك انك تدعي له دائما. اذا صليتي تدعي له في السجود. خلاص يا جنى؟ ايه يعني بس يعني انا صغيره، بس انا اقول هو الدعاء ولا لا؟ يعني في ناس يقولي لا يعني اتصدقي يعني. اسمعين حبيبتي، أول حاجة تسوينها تدعين لأبوك، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، تكثرين من الدعاء. اثنين، تصدقي عنه لو بريال واحد يوميا. خلاص يعني عادي حتى